بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة الله. من ذكر غفل عنه كثير جدا من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع إنه ذكر عظيم جدا تضمن به شكر الله سبحانه وتعالى ليل نهار، تحقق به الشكر، ونحن عاجزون عن الشكر. يعني كلنا يشعر بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، وكلنا يقول أنا أشعر أنني مقصر وأنا مقصر في الشكر، فكيف أشكر الله سبحانه وتعالى؟ حتى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود كما جاء في كتب أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب، عشان لا إله إلا الله، يا داود يا رب رضيت داود بيقول له كيف أشكرك يا رب؟ قال له يا داود هل تشكرني؟ قال يا رب أنا أعجز عن أشكرك، لا أجد كلمات لا إله إلا الله أن أشكرك بها. قال له رب العالمين الآن شكرتني يا داود عندما أظهرت عجزك عن الشكر. فالشكر شيء بالسهل، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ذكرا، لو أننا قلنا صباحا ومساء أدينا شكر اليوم كله مهما ربنا أعطاك من نعم. شكرا لا إله إلا الله، شكرا رسول الله. هذا الذكر هام جدا، لأن به تضمن حفظ النعم وزيادة هذه النعم، وبه أيضا تكتب عند الله من الشاكرين، دي منزلة عظيمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقليل من عبادي الشكور، مين يستطيع أن يشكر الله سبحانه وتعالى حق الشكر؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سنة لنا الذكر عشان نؤدي به شكر الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. فواحد من الصحابة كان ماشي عمال يقول اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني. فسيدنا عمر بينزل يقول له يا رجل لماذا تكون تقول اللهم اجعلني، لماذا ما تكون مع الجماعة مع كثير؟ قال له يا أمير المؤمنين لا حول ولا قوة إلا بالله، أليس الله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور؟ سيدنا عمر يقول لك ده صدقت، كل الناس أفقه منك يا عمر، كل الناس أفقه منك. فمين منا ما يتمناش يكتب من الشاكرين يؤدي نعم الله سبحانه وتعالى، وإلا تزول النعم. لا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، وإلا تزول النعم. فحفظ النعم لا يأتي إلا بالشكر. فأنت لما تقول الذكر ده صباحا ومساء أديت شكر لله سبحانه وتعالى، يبقى حملت من على كتفك إن أنت هل أنا مقصر في الشكر؟ أنا مش مقصر في الشكر، لأن كثير منا يأتي هذا الهاجس، هل أنا مقصر ولا لا؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قال حين أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة ولا بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال حين يمسي اللهم ما أمسى بي من نعمة ولا بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ليلته. شوف بقى لما كل يوم تأدي شكر اليوم كله. طب الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث ده ليه؟ قال الذكر ده ليه؟ عشان هل لعبا عبثا ولا عشان نتعلمه ونقوله؟ عشان نؤدي شكر الله سبحانه وتعالى. ازاي تعرف الشكر ده بتقول ما تحفظوش الذكر ده ما تحفظوش ما تقولوش؟ ده يعتبر اذكار الصباح والمساء، لان يعني قال صباح ومساء ذكر هام جدا، وبيه تؤدي شكر الله. ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. انت بالشكر بالذكر ده صباحا ومساء تحفظ نعم الله سبحانه وتعالى عليك، وتزداد البركه وتزداد نعم الله سبحانه وتعالى، النعم دي تنمو. والا وان كفرتم ان عذابي لشديد، تزول النعمه. يعني يعتبر لانك يعني لو لم تشكر لم تشكر النعم الله سبحانه وتعالى يكون كفر بالنعمه ويؤدي الى زوال النعم. فالذكر ده بيخلصنا من هذه الهواجس، ونضمن به ان احنا نؤدي شكر الله سبحانه وتعالى صباحا ومساء مهما بلغت النعم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا يعني لا نحصي ثناء على الله سبحانه وتعالى، ونحن نعجز ان نحن حتى لو قلنا هذا الذكر يعني برضو نحن نقول نحن لسنا يعني اننا لا نقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره ولا نستطيع ان نشكره، ولكن احنا بناخد بالحديث بناخد بالذكر عشان ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ادى شكر، يبقى انا اديت شكر يومي، يبقى انا ما قصرتش، يبقى انا حفظت نعم ربنا عليا، وباذن الله النعم تحفظ وتزيد ولا تنقص، والا تزول النعم بعدم الشكر. فلو كان الحديث الذكر ده مش مهم كانش الرسول صلى الله عليه وسلم سنه. بقول لك في واحد يقول لك ايه، ما انا بصلي الخمس صلوات وبصوم رمضان وبعمل وبزكي، هو كده مش انا مش كده مش بشكر ربنا يا عم؟ هو لو كان ازاي هو الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان الناس بتعمل كده، لكن هو بيقول لك ان لو انت قلت الذكر ده تبقى اديت شكر ليومك، يبقى تقوله عشان تأدي شكر اليوم. ولو هو مش مهم كانش الرسول صلى الله عليه وسلم احسنه لنا، والا يبقى ذكرك ناقص، يبقى شكرك ناقص. ولو شئنا او نقص الشكر عن المقدار المطلوب ربما تحدث ما لا يحمد عقباه، ربما تضيع تزول النعم. يبقى الذكر ده مهم، يبقى احفظه واقوله صباحا ومساء. اقول المره الاخيره وهكتبه لكم تحت الفيديو، من قال اللهم ان قال حين اصبح اللهم ما اصبح بي من نعمه ولا باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد ادى شكر يومه. ومن قال حين يمسي اللهم امسى بي من نعمه ولا باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد ادى شكر ليلته. ومن عرف اقيمت عليه الحجه
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: عرفت فالزم، فاللي عرف وسمع يجب ان يؤدي، والا ستسال، لان هذه الاذكار هامه جدا. اكتبوا لكم تحت الفيديو: انسخوا انشروه وتعلموه واحفظوه، ومن علم علما فان له اجره، من عمل به الى يوم القيامه لا يكون ذلك اجر شيء. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.